نشاطات. ايه رايك في الموضوع ده في البدايه يا دكتور اسامه؟ تعال الاول نفرق بين المنشطات وبين المكملات الغذائيه. تمام. المنشطات دي مواد محظوره على الرياضيين في اي لعبه من الالعاب وعلى مستوى العالم كله، واخد بال حضرتك؟ المنشطات دي مش مسموح بيها تماما لاي لاعب، لان اي لاعب النهارده في التحليل لو وجدت عنده في العينه بتاعته اي نوع من انواع المنشطات بيتم ايقافه طبقا لنوع الماده اللي موجوده عنده، وبالتالي يتم عقابه على هذا الاساس. تمام. انما المكملات الغذائيه فاحنا عندنا بالنسبه للمكملات الغذائيه انواع كثيره جدا، اهمها عندنا الكرياتين والامينو اسيد الحاجات دي كلها موجوده في الصيدليات وموجوده في الانديه الصحيه. تمام. احنا رافضين هذا الموضوع تماما. لما تيجي تسالني او الساده المشاهدين يسالوا طب انت ليه بترفض المكملات الغذائيه؟ المكملات الغذائيه دي ثلاث انواع، وعلى فكره كلها مصنعه في مصانع كبيره في امريكا. يا اما هي معموله بشكل نظيف جدا ولكن لها مشاكلها في التخزين على القلب وعلى الكبد واثناء اخراجها على الكلى. يا اما معموله بشكل نظيف جدا وتم تلويثها عمدا بهرمون التستوستيرون الذكري عشان تدي وتزود الفاعليه للهرمون للمكمل الغذائي. لما لاعب النهارده ياخد مكمل غذائي ونيجي نفحصه ونعمل له تحليل بتطلع عينته ايجابيه نتيجه تناوله هرمون التستوستيرون الذكري ويتم ايقافه. الشباب العادي مشكله الهرمون معاهم انها بتؤدي الى زي ما قلنا كذا مره واحنا طلعنا بيان باسم المنظمه، بتؤدي الى ضعف جنسي، تؤدي الى عقم، وفي النهايه بتؤدي الى سرطان. الحقيقه انا عندي 65 مليون النهارده من مجموع الشعب المصري شباب. تمام. لما يبقى فيهم 30% عقيم ده كتير قوي بالنسبه للمجموع العام للشعب المصري. الشباب عندنا خط احمر وامن قومي من فضلكم ومن خلال برنامجك ومن خلال كل البرامج الاعلاميه المحترمه الحقيقه اللي بدات دلوقتي تتكلم وتناقش هذا الموضوع. نتمنى البعد تماما عن كل المكملات الغذائيه الموجوده في السوق. حتى لو اتقال انها جايه من بره، لان في نوع ثالث اللي هو بيتعمل تحت السلم وده بقى اللي بيؤدي الى الوفاه. طيب يعني حضرتك النهارده بتاكد يا دكتور، حضرتك بتاكد النهارده ان العمليه مش عمليه منشطات بس، ده ايضا كمان مكملات غذائيه اللي بتكون موجوده في صالات الجيم اللي بتتباع بدون رقابه. عايز اسال حضرتك عن دور وزاره الصحه في التوعيه، هل النهارده يتم صرف الحاجات دي للشباب؟ لازم يكون في روشته تابعه مثلا لدكتور او مختص علشان يتم صرف الحاجات دي؟ اولا الحاجات اللي الحاجات اللي موجوده في الصيدليات دي كلها موجوده بدون ترخيص وبدون تصريح من وزاره الصحه، لانها كلها بتدخل بصحبه الراكب من القياده والمصنع تحت السلم. طبعا زي ما حضرتك عارف والساده المشاهدين عارفين انها بتتصنع تحت السلم وتتباع داخل الصيدليات. فمعنى كده ان وزاره الصحه ما بتبقاش لها رقابه على هذه المكملات. ده تصريح خطير جدا يا دكتور. دور كبير جدا دكتور اسامه، ده تصريح خطير جدا النهارده ان الصيدليات اللي تابعه لصالات الجيم في كل محافظات مصر النهارده، ده تصريح خطير انها ليست تابعه لوزاره الصحه، النهارده لازم يكون في رقابه اكبر. تأيدني في الكلام ده؟ لا، هو في برضه حته معلش بعدين. هو المكملات الجيم ملوش صيدليات، انا بتكلم على الصيدليات العاديه اللي لا ما كانش انا منها ادويه. دايما بيبقى فيه زي مكان مخصص كده في اي صاله جيم بيبيع الكلام ده، النهارده دي اصبحت تجاره موضوع المكملات الغذائيه. طبعا. مفيش صاله جيم ما بتبيعش مكملات وما بتديش مواد محظوره. فطبعا احنا كل اللي بنطلبه النهارده ان يبقى في رقابه من الجهات المسؤوله زي وزاره الشباب والرياضه، زي وزاره الصحه، زي رقابه الرياضيين، والمفروض ان قد دخلونا معاهم كمنظمه مصريه مكافحه المنشطات في هذا الموضوع. يا دكتور اتفضل. فطبعا اللي بيحصل النهارده ان الشباب بيروح رايح الجيم يقول انا طالب فورمه عمرو دياب او فورمه الساحل، ويبدا الراجل الموجود في الجيم اللي هو ما عندوش فكره المواد اللي هو بيسوق لها دي انها كلها مضره للشباب، ويبدا يدي له خد الماده الفلانيه والعلانيه والى اخره، وبالتالي هو بيأثر على صحه الشاب اللي جاي قدامه. طب هل صالات اتفضل يا دكتور اتفضل. طب هل صالات الجيم اصلا مرخصه من قبل وزاره الشباب والرياضه عشان يكون مثلا في المكان دوت صاله جيم مثلا او في مركز الشباب، هل مرخصه اصلا؟ ايوه، صالات الجيم مرخصه من وزاره الشباب والرياضه ومن نقابه الرياضيين ومن وزاره الصحه، وبنضيف عليه وزاره السياحه اذا كان في صاله جيم داخل منتجع صحي.
فدي الاربع جهات اللي هي مسؤوله عن الترخيص للجيم او للمركز الصحي. احنا كنا بنطلبه دلوقتي ان كل الجهات دي تتوحد في جهه واحده فقط تبقى هي المسؤوله عن المتابعه، وخصوصا النهارده طبقا للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عندنا 9000 صاله موجوده في كل الجمهوريه، بدءا من النادي الصحي الكبير جدا الى اللي بيبقى تحت السلم او في دكان او في جراج. تمام. طيب طبعا احنا مش عايزين كل واحد يدي تصريح وكل واحد ما بيدورش وما بيبصش، لا، من فضلكم لازم يبقى في تشريع جديد. وانا على فكره بحيي مجلس النواب على انه بدا ياخد البادره انه يتم تجريم تعاطي المنشطات وان اعاده النظر في الترخيص للانديه الصحيه واعاده مسماها وتوفيق اوضاعها بحيث انها كلها تبقى ملتزمه. وطبعا كان عندنا من حوالي اسبوع الحاله اللي احنا حزننا كلنا على وفاه احد الفنانين الكبار للاسف، ومن حوالي برضه سنه تقريبا كان واحد ثاني من الفنانين فحصلت له نفس المشكله دي توفى. فاحنا نامل ان يبقى الحاجات دي كلها يعني الطريق الجديد لنا اللي هنصحح بيه اوضاع وتوفيق اوضاع الانديه الصحيه والجيمات اللي موجوده. طب تنصح الشباب بايه يا دكتور اخيرا؟ يعني ان ظاهره فعلا موت فجاه انتشر البعد تماما عن كل المكملات الغذائيه. من فضلكم ابعدوا عن المكملات الغذائيه. طب عشان نوعي شبابنا اكتر برضو، ايه الاضرار اكتر اللي بتقع على الشباب من خلال المنشطات او من خلال المكملات الغذائيه؟ النهارده بيدخل لهم مدخل النهارده المكملات دي وانت بتتمرن بتحرقها بسرعه، ما بقاش ليها ضرر على الجسم، ده المدخل اللي بيدخل للشباب من خلاله. يعني انا عايز اقول انت النهارده كشاب عايز النهارده تربي عضلات وفي المقابل هيجي لك عجز جنسي، في المقابل مش هتعرف تتجوز، في المقابل لو اتجوزت مش هتخلف، وفي المقابل هيجي لك سرطان، بعد كل ده كل بتلغيه علشان خاطر تربي عضلات؟ ما اعتقدش ان في حد عاقل ممكن يعمل كده. تمام. نشكر يعني الدكتور اسامه غنيم المدير الرئيسي التنفيذي للوكاله الوطنيه لمكافحه المنشطات، كانت